السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا في المحاضرة السابعة من محاضرات هندسة البرمجيات من جامعة القاهرة، والجزء الخامس من هذه المحاضرة. Welcome to the seventh lecture on software engineering 1 from Cairo University. Now we are in the final and fifth part of this lecture. Remember we covered in the previous parts what UML is: UML class diagrams, association, generalization and aggregation relations. Let us now take an example. هناخد النهاردة مثال، وعايزك تقرأ الكلام ده بالتفصيل. Read carefully please. عايزين نعمل سيستم يمثل case tool, computer aided software engineering tool for storing and tracking problem reports، عشان يخزن تفاصيل المشاكل والابديت اللي بيحصل على هذه المشاكل في مشروع برمجيات. بداية بيقول لك ان الموظفين في هذا المشروع بيكونوا يا اما developers يا اما managers، وان developer دايما بيبقى assigned ل manager معين. each project is assigned a manager، كل مشروع ليه مدير وله مجموعة من developers، والdeveloper والmanager قد لا يكون على قوة مشروع معين. a developer and manager may be assigned to more than one project or to no projects، او قد يكون ايضا شغال في اكتر من مشروع في نفس الوقت. بوز هنا برضو اقرا شوية. بيقولك ان المشروع بيتكون من عدة artifacts. a project is consisting of several documents and products. domain analysis, requirements document, code, test cases. A problem report may be made on any artifact of a project to describe an error in it. ممكن نعمل حاجة بنسميها problem report، تقرير مشكلة على أحد هذه الارتفاكتس اللي اتكلمنا عنها قبل كده، ونقول إن هذه الارتفاكت is defective، فيها مشكلة. Each report contains a problem description and a status. الريبورت ده بيبقى فيه وصف للمشكلة وبيبقى فيه update. status بيحصل لها update باستمرار على ايه اخر التطورات في هذا المشروع، في هذه المشكلة عفوا. each problem can be assigned to someone by the project manager. كل report من دول بيبقى ليه واحد موظف او مدير نفسه ربما مسؤول عن متابعة هذه المشكلة. pause هنا واقرا شوية. كمان بيقولك ان البروبلم ريبورت فيه هيستوري انتريز، او فيه يعني عدة مدخلات او سطور، كل سطر يوصف تطور او بروجريس او اكشن او ابديت حصل على هذا التقرير. يعني حد اخد اكشن معين، حد بلغ حد حاجة معينة، حد قام بتعديل الارتفاكت او الكود الى اخره. وبآخر حاجة بيقولك ان there is a special kind of reports which is called bug reports. reports on bugs in the code. يعني reports مش متعلقة بالrequirements ولا domain analysis، لان دي فيها additional information، بيبقى فيها وصف للمكان اللي حصل فيه في اي class في اي سطر، circumstances امتى ظهر هذا الايرور، والtest cases اللي failed. يعني فيها description لملابسات حصول هذا الخطأ في الكود وامتى ظهر، وفي تيست كيسز فيلد وما اشتغلتش ولا لا، فده نوع خاص من التقارير. دلوقتي احنا عايزين نعمل موديلنج لهذا الكلام، وتذكر في المحاضرة الثانية Object Oriented Programming Principles تكلمنا عن منهجية للتعرف على الكلاسز اللي موجودة في هذه المشكلة او في دومين هذه المشكلة، وايضا ايجاد الاتريبيوتس اللي بتمثلها، ثم العلاقات اللي بتربطها ببعض. Remember in object oriented programming lecture 2 we talked about how to identify potential classes in a problem, description, how to identify attributes and operations, and how to identify relations. Please pause here and go review this part in lecture 2. Assuming you are giving this written description of the problem or you are hearing it from a client, you start by identifying nouns, proper nouns that you hear in the speech. نبدأ بتعريف النونز أو الأسماء اللي لقيناها في المشكلة أو سمعناها من العميل، وإحنا حطيناها هنا باللون
الأحمر جايز دي تكون classes بعد كده. في حاجة اسمها problem report، في حاجة اسمها موظف employee، في developer وفي manager. ويبدو ان دول انواع خاصة من الـ employees. برضو manager اتكرر، manager تاني. في حاجة اسمها project، وفي حاجة الـ developer برضو تاني، manager developer project. يبقى كده خرجنا من هنا يمكن اربع nouns قد يكونوا classes، هنشوف بعد كده. report problem، problem report، employee موظف، developer، manager. كل دي محتمل تبقى classes ممثلة في السيستم بتاعي. طيب جينا على بقية الوصف، دي مصطلحات لقيناها قبل كده. في مصطلح جديد اسمه artifacts هنا، او يعني component او مكون. problem can be made of any artifact الى اخره. كل دي حاجات. في حاجة اسمها problem description، وحاجة اسمها status، دول تبع report. ده برضو noun رقم 6. 6 and 7 nouns we found so far. Someone is referring probably to an employee. We don't need to identify it. Manager problem, same thing. We are reviewing all the nouns we find and we write them in a list so we can see if these are possible classes or no. We keep doing that and we find history entry. We find action. We find update. We find code or bug report. Bug reports here, number 11, location, circumstances, test cases. So I want you to write down this list of nouns and to try to make sense of it. Try to at least identify which ones are going to be classes, which ones are going to be attributes in these classes. Pause here and do this exercise, please. توقف هنا وابدأ كتابة كل الأسماء دي على جنب. حاول تشوف إيه اللي هيبقى class منها وإيه اللي هيبقى attribute في class. We ended up with this list of possible classes. عرفنا الكلمات دي كلها انها محتمل تبقى classes. Problem report, employee, manager, developer, project, artifact. Problem description status. ربما دي تبقى attributes لل problem report. History entry مش متأكدين بالظبط. We are not sure about history entry. There's also action and update. Or action update may be the same thing. For history entry, that's possibly an attribute. So maybe history entry will be a class. Bug report, نوع خاص من الكلاسات من الريبورتس. Location, circumstances, and test cases are probably attributes. حاجات دي خصائص للبug report. يبقى كده هننتهي بحاجة شكل، يعني عايزك تبوز هنا وتجرب ترسم الكلاس ديجرام لمدة 5 دقايق. غالبا هيطلع لك حاجة بالشكل دون. موظف، employee، manager، developer، project consisting of some artifacts، problem report، special kind of report، some attributes for these reports، some attributes for these special kind of reports، history entry could be part of problem report or a separate entity. So these are possible classes. دي الكلاسات الممكنة. مش هنختلف لو طلع حاجة زيادة أو أقل. مفيش موديل صح وغلط. There is no correct and wrong model, but there is better model and less quality or inferior model. عايزك تبوز هنا لمدة 5 دقايق وترجع لنص أو وصف النظام وتبدأ تحاول تأيدنتيفاي أو تعرف المصطلحات اللي بتدل على علاقات بين هذه الكلاسات. Pause here and go read the problem description. Try to find any relations that our terms that identify relations between classes. غالبا هتلاقي كلمات بهذا المعنى. Either يعني ربما يكون أو هذان نوعان من الموظفين. كل موظف له مدير. كل مشروع بيخصص له مدير و developer. Each project assigned a manager and developer. A developer or manager may be assigned or maybe not to a project. A project consists of some artifacts. A problem report is made on any artifact. A report contains a problem description and status. A problem can be assigned to someone, maybe a developer or a manager. Pause هنا واقرا شوية.
وحدد ايه المصطلحات الممكنة اللي بتوصف العلاقات بين الكلاسات وبعض. Problem report عنده has history. Bug report includes additional information, يحتوي على معلومات اضافية. واكتب الكلام ده كله على جنب زي ما عملنا بقى في اسماء الكلاسات عشان تبدأ تعرف ايه العلاقات الممكنة. نبدأ مثلا بالجنراليزيشن او علاقات الانهيرتنس. بوز هنا شوية وارجع للكلاس ديجرام وحاول تعرف ايه هي العلاقات الجنراليزيشن اللي طلعت لنا من الوصف اللي قلناه ده. غالبا هيطلع لك حاجة زي كده، ان الموظف ده is a general class, two special kinds of classes is developer and manager. Problem report is a general class. A bug report has special features of that additional to the problem report features, which are description and status. ليه وصف وحالة المشكلة وصلت لغاية فين، لكن كمان تقرير الخطأ في الكود او البج، بيوصف المكان اللي حصلت فيه والظروف اللي حصلت فيها والتست كيسز. طيب خلينا نبدأ نعرف بعد كده ايه الاسوشيشن ريليشنز اللي ممكن توجد في هذا الجانب. بوز هنا وجرب هذا الكلام لمدة 3 او 4 دقايق. غالبا هيطلع لك علاقات بالمنظر دون، ان كل مدير بيدير عدة موظفين وكل موظف له مدير واحد على الاقل، وان كل مشروع له كل مدير له عدة مشاريع وكل مشروع له مدير واحد على الاقل، وان كل بروجكت له موظف على الاقل ديفلوبر واحد، وكل ديفلوبر قد يكون assigned لمشروع او اكتر او لا. These are the general relations we got on this part of the model. Assigned to project and is assigned developer or a number of developers. A manager is assigned to project and vice versa. And a developer is managed by a developer. بوز هنا وابدا تفكر في جنب دون وتشوف ايه العلاقات اللي ممكنه فيه. هيطلع لك اولا علاقة البروجكت يتكون من عدة ارتفاكت، وكل ارتفاكت على الاقل بتنتمي الى بروجكت، والعلاقة دي معناها كومبوزيشن، معناها ان البروجكت ما هو الا مجموعة ارتفاكت، واذا تم الغاء هذا المشروع ستلغى هذه الارتفاكت. دي كومبوزيشن سبيشال كايند اوف اسوشيشن، وذيس از دايركشنال اسوشيشن. برضو زي ما قلت مش هنختلف لو حطيت العلاقة دي بشكل مختلف. دايركشنال يعني ان البروجكت يعرف عن الارتفاكتس والعكس ليس صحيحا. هنا عندي علاقة أخرى بتقول لي إن each problem report is assigned to one employee and each employee is in charge of zero or more reports عشان يتابعهم ويشوف إيه اللي حصل فيهم. عندي هنا علاقتين تانيين، واحدة بتقول لي إن كل artifact لها zero أو أكتر من الريبورتات. Each artifact has zero or more reports about any problems in it and each report obviously is about an artifact. وعندي ايضا علاقة اللوجينج بتقول لي هنا دي علاقة عاملها انا من نوع اجريجيشن، ان كل بروبلم ريبورت له عدة هيستوري انتري وكل هيستوري انتري تنتمي الى ريبورت واحد، ودي علاقة اجريجيشن بمعنى ان هي مكون من مكونات هذا التقرير. عايزك تقف هنا شوية بوز لمدة 5 دقايق وادرس هذا الموديل وتحقق اذا كان فعلا بيحقق وصف المشكلة اللي بنحلها ولا لا. Pause here and try to study this model and make sure it faithfully reflects the problem under solution. الحقيقة عايزك تقرأ الباب الخامس، read chapter 5 of Object Oriented Software Engineering second edition by Tim Lethbridge. We used his slides in this description. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.